صراحة أنا أول مرة اكتشفت هذه المهرجان، واكتشفت فرجة وتجربة فريدة من نوعها. قدرنا نشوف تنوع أفلام الملتزمة، الفيلم الملتزم. كانت مشاركة من عدة دول، شفنا بلدان من أمريكا اللاتينية، أوروبية، آسيوية، عرب أيضا، منهم فلسطين، إندونيسيا، شفنا مشاركة جزائرية، مشاركة من الأسبان. وكانت هناك تنوع، كوكتيل إذا صح التعبير، في هذه الأفلام.